مساء الخير. تحديات الأمن الغذائي والأزمات المائية والتصحر هي جزء فقط من المخاطر البيئية التي أدرجها الخبراء كواحدة من أكبر 10 مخاطر عالمية. لتأتي التقنية بحلول جذرية تسعى إلى تحويل الأراضي الصحراوية إلى مساحات قابلة للزراعة. المزيد في التقرير التالي. تسعى المزارع الذكية إلى تسخير أحدث أدوات التقنية الزراعية في بلدان يشكل المناخ فيها تحدياً أمام المحاصيل الزراعية مثل البلدان الصحراوية وعالية الرطوبة. ومن أبرز فوائد هذه المزارع قدرتها على التحكم بدرجات الحرارة بدقة عالية داخل المزرعة، وذلك بواسطة مستشعرات وكاميرات تنقل معلومات دقيقة عن نمو المحاصيل على مدار الساعة. هذه الأرقام والتفاصيل التي تنقل بواسطة إنترنت الأشياء تسهم في إنتاج ما يقارب 500 متر مكعب من الطماطم سنوياً. حسب مزارع بيور هارفست التي بدأت عملها في الإمارات منذ عدة أعوام وهي تتوسع إلى المملكة العربية السعودية والكويت، وبسبب اعتمادها على الطاقة الشمسية ونسب أقل من مياه الري مقارنة بالمزارع التقليدية، تنتج المزارع الذكية طماطم على مدار العام وذلك بكمية أكبر وبسعر أقل على المستهلك بنسبة 30%. نرحب إذن بماجد حلاوي، نائب رئيس التطوير لدى بيور هارفست. ماجد، ما هي أهم التقنيات التي تعتمدون عليها اليوم للتحكم بالمناخ وتبريد مساحات شاسعة قابلة للزراعة وسط الصحراء؟ نحن جسي نستخدم تكنولوجيا مختلفة من القطاع الصناعي، مثلاً المراوح أو النضاخات، التبريد الميكانيكي، وندمج هدول التكنولوجيات مع بعض تنقدر نحن نتحكم بالمناخ على مدار السنة. وأكيد هذا بيكون من خلال كمان استخدام الكمبيوتر والإنترنت أوف ثينجز، يعني بيكون في عنا نحن سنسورات بقلب المزرعة، وعلى كل 5 دقائق أو ربع ساعة ناخد نحن قراءة من السنسورز وبيسمح لنا نتحكم نحن بالمناخ. ونحن نتحكم بتقريبا كل شيء اللي بيهم النبات أكيد، يعني نتحكم مثلا بدرجة الحرارة، بالرطوبة، بثاني أكسيد الكربون، بسرعة الهواء، يعني في عدة عوامل نحن نتحكم فيهم وبيسمحنا أنه نورد المناخ الأفضل للنبات تقدر أنه ينتج من أعلى جودة. نعم، الأفكار المبتكرة ماجد عادة نسمع أنه تجد صعوبة في التمويل، تجد صعوبة في إقناع المستثمرين بالأفكار الجديدة. أنتم مررتم بهذه التجربة، بماذا تنصحون المشاريع أصحاب المشاريع الناشئة في مرحلة جمع التمويل؟ ما هي أهم العوامل لإقناع المستثمرين بالفكرة الريادية؟ هلا أول نصيحة هي الصبر لأنه يعني كل فكرة جديدة دائما بيكون إلى فترة عبال ما إنه السوق يتعلم ويتثقف على الأفكار الجديدة. يعني أنت فيك تتخيل إن إحنا أول ما بدأنا بهذا المشروع وكنا عم ندخل على اجتماعات مع مستثمرين، يعني كيف بدي أقول لك، يعني إنه تفوت بتقول لحدا إنه بدي أزرع أنا طماطم بالصحراء، انه كان في مستثمرين طلعوا فينا عم بيقولوا انه هدول الناس مجنونين. بس اكيد يعني بعد فتره وفتره انه التقينا نحن مع مستثمرين ومع شركاء اللي فهموا المنطق وفهموا المفهوم وساعدونا واستثمروا فينا. واكيد اول استثمار كان بسيط جدا، ومن مرحله لمرحله كبرنا وقدرنا نوصل يعني للمرحله اللي نحن فيها هلا. طبعا أنتم الآن وصلتم إلى لائحة أكثر الشركات الناشئة في المنطقة تمويلا، أعتقد في المركز الثاني حاليا مع 60 مليون دولار. مشاريعكم المستقبلية بعدما توسعتم في الكويت والسعودية، وأذكر أنه بديتوا بمنتوج واحد، بديتوا في الطماطم فقط، صحيح. أين وصلتم اليوم؟ هلا طموحاتنا صراحة كبيرة جدا. هلا أول ما منتج كان الطماطم وبمزرعة صغيرة جدا، كنا مساحة المزرعة نسبيا صغيرة يعني 7000 متر مربع. هلا حاليا في عنا فوق 60,000 متر مربع تحت الإنتاج، وتحت الإنشاء في عنا فوق تقريبا 100,000 متر مربع بالإمارات وبالسعودية وقريبا إن شاء الله في الكويت. 3 مزارع بالإمارات ومزرعة بالسعودية ومزرعة بالكويت. هلأ طموحاتنا المستقبلية صراحة أكيد أنه نثبت وجودنا بالسوق الشرق الأوسط،
بس كمان انه في اسواق خارجيه كمان صراحه نحن مهتمين فيهم. يعني في عندك اي سوق موجود المناخ فيه درجه الحراره والرطوبه عاليه جدا، هذا فيك تقولي انه هذول الاسواق نحن بنرتاح فيهم. فمثلا شرق جنوب اسيا مثلا، بمناطق تانية بافريقيا، يعني هذول فيك تقولي اسواق نحن يعني نطمح لنا ان شاء الله. هي أسهل عليكم بسبب المناخ؟ هلا مش اسهل علينا، بس انه التقنيه والشطاره الشركه ونحن الاي بي اللي قدرنا نوصل له هو انه نحن نتحكم بالمناخ بالمناطق اللي بيكون درجه الحراره والرطوبه عاليه. فهذا هو اللي ركزنا عليه وقدرنا نحن انه نجمع خبره بهذا المجال. فما في شركه، اغلبيه الشركات اللي بيتعاطوا بالمجال الزراعه العاليه التقنيه بتلاقيهم باسواق مثلا بامريكا باوروبا اللي ما عندهم الصعوبات اللي نحن بنواجههم. فهذه الصعوبات اللي نحن بنواجههم معناتها انه نحن بنقدر ننجح كمان باسواق ثانيه اللي بيكون المناخ فيها مشابهه للمناخ تبعنا. ماجد، اتذكر عندما التقينا منذ 3 أو 4 أعوام في مسابقه تك كرانش في بيروت، كانت بير هارفست تشارك بالمسابقة لأفضل الشركات الناشئة في المنطقة، وتحدثنا وقتها عن واحدة من التحديات اللي بتواجهها وهي خفض مستوى ثاني أكسيد الكربون بهذا النوع من المشاريع اللي بيتطلب درجات عالية. أين وصلتم بهذا التحدي مع التقنية الجديدة؟ هلا ثاني اكسيد الكربون يعني نحن بنستخدمه لانه بيساعد بنمو النبات بقلب المزرعه. فهلا الصعوبه اللي نحن بنواجهها مع ثاني اكسيد الكربون انه يعني بطريقه شوي مضحكه انه عدم وجوده في السوق بالخليج بشكل عام، يعني مع انه نحن من اكثر البلدان اللي انه بنطلع ثاني اكسيد الكربون، بس كمنتج انا بقدر اشتريه بالسوق واحطه عندي بالمزرعه غير موجود. فهلا عم بيصير في حديث بيننا وبين شركاء ثانيين انه نلاقي مصادر خضراء لا ثاني اكسيد الكربون، يعني مثلا ال مولدات الكهرباء او يعني قطاع الصناعي بشكل عام، ونحن نقدر انه سيكوستر ثاني اكسيد الكربون ونحن ندخله على المزرعه ونستخدم هذا ثاني اكسيد الكربون لنمو النبات. ففيك تقولي انه هذا يعني استدامه والاقتصاد الاخضر، يعني انه نحن نفايات قطاع ثاني بيكون انه انبوت ممكن تحويله للمشروع. نعم صحيح. طب ماجد، ربما سؤال أخير، في البداية قلت لي أنه ببداية المشروع قالوا عنكم أنه أنتم مشروع مجنون، ما هي الخطوة المجنونة المستقبلية لكم إذا كانت موجودة؟ هلا يعني في مستثمرين يمكن انه بيتابعوا البرنامج، فيمكن ما مش خطوات مجنونه، بس اكيد دخول ب جريئه، ممكن نقول كثير جريئه، انه دخول باسواق جديده بمنتجات جديده، وكمان انه يصير في ابتكار وتطوير بالتكنولوجيا اللي بنستخدمها وتنوصل لحنا الهدف تبعنا. تمام، التوسع والتنويع بالمنتجات. كل التوفيق لكم ماجد حلاوي، نائب رئيس التطوير لدى بيور هارفست. شكرا جزيلا لك. نحن ايضا نستقبل اي اسئله ومقترحات مشاهدينا على هاشتاغ البرنامج خليك اونلاين. نلتقي الاسبوع المقبل.